مرحبا بكم شباب، كيف الحال؟ معكم انس او شيخ العرب، واليوم رجعت لكم فيديو جديد نحكي عن اخر اخبار وتسريبات الجزء الثاني من تحديث 7.1. التحديث 7.1 ضمن الجزء الاول اللي شفناه، تحديث الايفنت الفروست نايت، وفي اللي طلع الجزء الثاني كمان للتحديث اللي هو 7.1 ابديت رامبر 2. في اشياء جايات للباتل رويال اللي هو المسجل، وما ان مش كثير الصراحه جاي شغل بالباتل رويال، ولكن احنا نركز على طور الزومبي على السيف ذا وورد. على السيف ذا وورد هينزل سلاح جديد، سلاح هافي رصاص اسلت، رصاص اي ار مش رصاص لايت بوليت، سلاح رشاش حيتوفر في المتجر الاسبوعي في سيف ذا وورد يوم الخميس ان شاء الله. الليجندري طبعا حينزلنا، وعندنا كمان حينزل في الجزء الثاني من تحديث 7.1 اللي هو السورد هذا اللي شايفينه، هذا السورد حنحكي عن خصائصه كمان شوي تحت كاتبين. حينزل عن حتقدر تحصل عليه عن طريق تعمل تشالنجات الويكلي تشالنج للمود الفروست نايت. عندنا هون حيعملوا انه يعملوا سيروا للمود الايفنت الايفنت الفروست نايت تشالنجات مخصوص، لانه شاف الناس بس بفوتوا بيفتحوا الصناديق وباخذوا الكاش ماتيريا والكاش استيمت وبيطلعوا. بصراحه يعني انا بعد ما جبت بعد ما وصلت اكثر من 45 دقيقه خلاص ما لي شغل في المود، فهم حينزلوا لنا صاروا يقولوا لا حننزل مشينات. المشينات هاي ممكن تحصل عليها عند على السيف، ممكن تحصل على تيكت اعلى، ممكن تحصل على بانرات مثل ما حنشوف هون. فهم حيركزوا على هاي الموضوع بالضبط لانه الناس صارت مثل ما قلت لكم تفوت بس تلم الكاش بالشيسات وتطلع. وانا صراحه من الناس منهم، يعني اوكي انا خلص جبت 45 دقيقه شو بدي اظن اعمل تيكتات؟ لا بروح العب بالستورم الارت وباخذ تيكتات افضل لي. وكمان حينزل كمان هيرو، الهيرو حتشوفوا صورته حاليا على الشاشه اللي هو كراك شوت سولجر، حينزل بشخصيه تصنيف السولجر اللي هو كراك شوت اللي بنعرفه اللي هو من ايفنت الكريسماس السنه الماضيه اللي شفناه في الباتل رويال. حينزل سولجر حيكون من فئه الريسكيو تروبر. ريسكيو تروبر صراحه سولجر ولكن مش متخصص بشيء كثير الا بس انه بزيد الشيلد بس يعني لفتره معينه. هون بالنسبه للهيروز، وبالنسبه لل الايتم والويبنز انكم كنا بشرح انه عن الرشاش حيجي انه بيكون ترين اصل ترايفل ويل بي افيلبل ويكلي ستور، حيكون في الويكلي ستور. بقول لك معدل اطلاق النار فيه بطيء بس بضرب بالضربه الواحده اكثر من ضربه، يعني زي كيف كيف البيرس في الباتل رويال او الفاماس كيف يطخ انه مثل هيك، فهيك حيكون ضربته. بقول لك عنده ثبات فيه عالي، وعندك هون بقول لك متوفر 2 جانوري عند بالويكلي ستور لحديت 7 جانوري. ذا تري اوف لايف سورد اللي هو السيف اللي شفناه فوق اللي هو هذا، ميزاته انه هو بطيء ولكن هو يعني دمجه عالي جدا، لكل ضربة بيعمل دمج عالي جدا ولكن مشكلته انه بطيء. وفي ميزة جديدة اللي هو بريك سادس للسيوف، وهذا اول شغلة بنشوفها وشيء جديد علينا انه يكون في بريك سادس، انه بعد 8 ضربات بيعمل ستان لجميع الزومبي اللي حواليك. يعني انت مثلا كعب تضرب بعيون في السيف، بعد ضربت الضربة الثامنة بتعمل ستان اللي هو الدوخة لكل الزومبي اللي حواليك. فوش يعني حنشوف كيف حيكون ادائها مع السيف، وان شاء الله اول ما ينزل حنعمل له عين ريفيو ونشوف كيف اداؤه. هنقدر ناخذ على السيف مثل ما قلت لكم عن طريق الويكلي ايفنت اللي هو 18 دي 14 ديز بايفنت وتشالنج متخصص في المود الفروست نايت، وحنشوفوا كيف اداء السيف واداء السلاح وان شاء الله بنعمل لكم عليه ريفيو، وراح نضل معكم على تواصل ان شاء الله. وهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبكم الفيديو واستفدتم من الاخبار لا تنسوا تضغطوا اللايك، واذا جديد على القناه بتمنى منك الاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله. في امان الله.